بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنكمل النهاردة إن شاء الله كورس التفاضل في ماس 1. هندخل على تفاضل الدوال العكسية. احنا كنا خدنا الدوال العكسية قبل كده اللي هي تان ماينس 1 وساين ماينس 1 وسيك ماينس 1 وساين ش ماينس 1، اللي هي الدوال اللي احنا عارفينها بس بنحط لها ماينس 1، اللي هي كنا بنرسم لها الانفرس في المرات اللي فاتت. في البداية أنا المفروض أبقى عارف التفاضلات للدوال العكسية دي، والمفروض إن هو الجدول دوت مجمعهم كلهم، اللي أنا يبقى عندي علم إن مثلا تفاضل الساين شو ماينس 1 إكس 1 على جذر 1 زائد إكس تربيع. طيب الكلام ده ممكن يبقى له طريقة للحفظ. الطريقة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ أنا كتبت الجدول هنا عشان يبقى معانا بشكل عام، لكن تعالوا نشوف الطريقة اللي هنحفظه بيها عشان ما نلاقيش صعوبة بإذن الله وإحنا بنحفظه. في البداية إحنا عندنا 3 عائلات، عائلة التان وعائلة الساين وعائلة السك. طبعا الكلام اللي انا هقوله كله دوت بيبقى الانفرس بتاعها، يعني مرفوع لاس ماينس 1. انا عندي التان مع التانش مع الكوتانش، والساين مع الساينش مع الكوشاين، والسيك مع السيش مع الكوزيش، يعني 3 عيلات كل عيله واخدين 3 مع بعض. ابقى عارفهم الاول. اول عيله بتاخد 1 على حاجه، يبقى اول عيله بتاخد 1 على حاجه، 1 على حاجه، يبقى اول عيله مع بعض بياخدوا 1 على حاجه، يعني كسر البسط بتاعه 1. طب تاني عيلة، 1 على الجذر، 1 على الجذر، 1 على الجذر، يبقى أول عيلة بتاخد 1 على حاجة، تاني عيلة بتاخد 1 على الجذر، تالت عيلة بقى بتاخد 1 على إكس في الجذر، يبقى تالت عيلة واحد بتاخد 1 على إكس الجذر، تالت عيلة 1 على إكس الجذر. يبقى تاني أول عيلة بتاخد 1 على حاجة، تاني عيلة 1 على الجذر، تالت عيلة 1 على إكس الجذر. طيب احنا عندنا 3 حاجات هنستخدمهم هنملى بيهم المقامات دي، 1 زائد x تربيع، و1 ناقص x تربيع، و x تربيع ناقص 1. تاني، 1 زائد x تربيع، او 1 ناقص x تربيع، او x تربيع ناقص 1. شايف القطر الرئيسي ده اللي هو تان ماينس 1 وساين شو ماينس 1 وكوزيش ماينس 1، ده انا هملاه بواحد زائد اكس تربيع. يبقى هنا 1 زائد x تربيع، هنا 1 زائد x تربيع، هنا 1 زائد x تربيع. تمام، يبقى انا كده مليت اول حاجه. تاني حاجه عندي ايه؟ 1 ناقص x تربيع. 1 ناقص x تربيع دي انا هعمل عليها بيها علامه اكبر من. علامه اكبر من ازاي؟ اللي هي كده. يبقى تاني اول حاجه عملت القطر الرئيسي، مليت 1 زائد x تربيع، الواحد ناقص اكس تربيع هعمل بيها علامه اكبر من، يعني هنا 1 ناقص x تربيع، وهنا 1 ناقص x تربيع، وهنا 1 ناقص x تربيع. باقي لي مين؟ اكس تربيع ناقص 1، املى بيها اللي فاضل. يبقى قبل ما ادخل في اشارات او اي حاجه، اتفقنا ان احنا عندنا كام عيله؟ 3: تان مع تانش مع كوتانش، ساين مع ساينش مع كوشاين، سيك مع سيش مع كوزيش. القطر الرئيسي اول حاجه العيله دي بتاخد 1 على حاجه، تاني عيله 1 على جذر، تالت عيله 1 على اكس جذر. طيب اول حاجه 1 على زائد اكس تربيع هناخدها القطر الرئيسي، طب 1 ناقص اكس تربيع هناخد علامه اكبر من، والباقي بقى اكس تربيع ناقص 1. عندي 3 اشارات سوالب والباقي موجبه. انهي اشاره؟ اول صف اخر واحده، واخر صف اخر 2. يبقى تاني انا عندي كام اشاره سالبه؟ 3: اول صف اخر واحده، واخر صف مين؟ الاتنين الاخر. طب اللي في النص؟ لا، اللي في النص كله موجب. تمام، طب دوت في الدواله العكسيه اللي هو تان ماينس 1 وساين ماينس 1 وسيك ماينس 1 وتانش ماينس 1 والكلام ده. طيب انا في حاجات انا ما كتبتهاش، زي ايه؟ زي كوتان ماينس 1 هي نفسها التان ماينس 1 بس بحط لها مين؟ سالب. طب الكوزين ماينس 1 هي نفسها الساين ماينس 1 بس بحط لها مين؟ سالب. طب الكوزيك ماينس 1 هي نفسها السيك ماينس 1 بس بحط لها مين؟ سالب. يعني انت اعتبر ان التان معاها الكوتان بس الكوتان بحط ايه؟ سالب. طب الساين معاها الكوزين بس الكوزين بحط مين؟ سالب. والسيك معاها الكوزيك بس بحط مين؟ سالب. يبقى دوت جدول الدوال العكسيه المفروض نبقى عارفينه واللي هنحل بيه ان شاء الله النهارده. تعال ناخد امثله. بيقول لي find y dash 4. اول حاجه y بيساوي sin minus 1 x زائد 6. sin minus 1 قلنا ايه؟ ديت من عيله ايه؟ الساين، اللي هي 1 على جذر، يبقى 1 على جذر 1 ناقص x الكل تربيع في 1. الواحد ده بتاع ايه؟ دايما انا اللي جوه القوس ده بجيب تفاضله في الاخر، يعني انا هنا جذر 1 ناقص x الكل تربيع. الاكس دي جايه منين؟ اللي هي الداله اللي موجوده جنب الساين ماينس 1، يبقى 1 على جذر 1 ناقص الداله اللي جنب ماينس 1 كل تربيع في تفاضل اللي جوه القوس ده اللي هو 1 زائد اي اس اكس تفاضلها اي اس اكس. طيب داله كمان اي اس اكس كوساين ماينس 1 اكس، احنا دوت تفاضل حصل ضرب دالتين، نثبت الاولى في مشتقه الثانيه وبعد كده نثبت الثانيه في مشتقه الاولى. ثبت الاولى اي اس اكس، تعال نجيب مشتقه دي، دوت ايه؟ من عيله الكوساين والكوساين، يبقى 1 على جذر
اكس تربيع ناقص واحد. طيب هو هنا الاكس ديت مش هي اللي جوه القوس لان هي اللي جنب الكوشاين، بعد كده هضرب في تفاضلها اللي هو كام؟ واحد، زائد ثبتنا دي تفاضل اليو 6 بيو 6. واي بيساوي ايه اس كوزيش ماينس 1 اكس تربيع. انا هنا عندي كام داله؟ عندي 3 دوال. ناخد اول داله الاي مع اللي جنبها، هل بيتغيروا؟ لا، تفاضلها زي ما هي. بعد كده تفاضل الكوزيش ماينس 1 اكس تربيع، 1 على اكس تربيع في الجذر 1 زائد اكس تربيع لكل تربيع، لان انا قلت 1 على اكس جذر الحاجه. طب هنا الاكس ديت لو امتى؟ لو اللي جنب الكوزيش اكس. طب اللي جنب الكوزيش اكس تربيع، يبقى 1 على اكس تربيع جذر 1 زائد اكس تربيع لكل تربيع. لو ركزنا ده هو نفسه ده. طب لو دي كانت اكس، هنرجع للجدول الرئيسي اللي هنا تبقى اكس وهنا تبقى اكس، يعني دايما اللي جوه ده بيبقى متربع وبيبقى موجود نسخه منه بره، سواء بقى اكس تربيع اكس تكعيب، بتعتمد على الداله اللي موجوده جنب الكوزيش. بعد كده بقى لي الاكس تربيع يبقى تفاضلها كام؟ 2 اكس اللي هو جوه القوس. طيب الداله اللي بعدها واي بيساوي ساين اي اس ساين شو ماينس 1 جذر اكس. انا هنا عندي اكتر من داله، تعالى نمشيها بالترتيب. تفاضل الساين كوزاين وتاخد اللي جنبها، تفاضل الاي اي اس نفس الحاجه، تفاضل الساين شو ماينس 1 واحد على جذر 1 زائد جذر اكس لكل تربيع، لان احنا بناخد دوت ونعمل له ايه؟ تربيع. في بعد كده تفاضل الداله الجذريه 1 على 2 في نفس الجذر. طب تفاضل الاكس بواحد، قلنا طالما الاكس بواحد يبقى ما اكتبوش. طب لو ده اكس تربيع هنضرب في 2 اكس. عندي ملاحظه بسيطه، لو انا مثلا عندي جوه اكس ومثلا اكس دوت مرفوع له اس، مثلا اكس اس 2، والجذر دوت برضه ليه اس، يعني جذر من الدرجه الثالثه، جذر تكعيبي مثلا، فبيبقى هنا بدل الكي دوت 3. طب لو ما فيش حاجه مكان الكي، معنى كده ان جذر تربيعي ان هو 2. ممكن اشيل الجذر ده خالص واقول ان الاس الداخلي على الاس الخارجي، يعني بيبقى بيساوي الكلام ده اس ان على كي. تعالى ناخد مثال، لو واي بيساوي جذر الكلام ده، هو مش ده جذر تربيعي؟ يعني ممكن اشيله واقعد عنه باتنين في المقام. يعني ايه اتنين في المقام؟ يعني اقسم التلاتة دي على الاتنين واشيل الجذر ده خالص. طيب تعالى بقى ناخد واحدة واحدة، أول حاجة مش ده قوس مرفوع لأس؟ تعالى ننزله ونكتب نفس القوس ونطرح من الأس كام؟ واحد. بعد كده فيه ناخد ده اللي بعدها ساين ماينس 1 تفاضلها ايه؟ واحد على جذر واحد ناقص اللي جنبها تربيع. عملنا اللي جنبها تربيع، بعد كده تفاضل اللين ايه؟ واحد على اللي جنبها، بعد كده الساين تفاضلها ايه؟ كوزاين. طب الاكس تفاضلها ايه؟ واحد، يبقى ما اعتبروش موجود. بيقول لي هنا فايند واي داش لما الواي بيساوي تانش اس 4 جذر تكعيب الساين ماينس 1 كوزاين تكعيب يوس اكس تربيع زائد 1. المسألة في البداية شكلها يخض، وده طبيعي، لأن أنت عندك أكتر من دالة وعندك جذر، فهتحس إن الموضوع كبير. لكن لو مشينا واحدة واحدة وحاولنا نسألناها على نفسنا ومشينا بالترتيب، إن شاء الله مش هنغلط. أول حاجة أنا عندي دالة مرفوعة للأس، ممكن أسأل عن نفسي وأخلي الدالة ديت والقوس مرفوع للأس كام؟ لأني قلت لو ساين مثلا تكعيب حاجة هي نفسها ساين الحاجة لكل تكعيب، يبقى تانش الكلام ده كله مرفوع للأس كام؟ 4. بعد كده مش انا عندي برضو نفس الكلام جوه كوزين تكعيب اي اس اكس تربيع زائد واحد، يعني ممكن اقول كوزين اي اس اكس تربيع زائد واحد الكل كام؟ تكعيب. طيب مش احنا قلنا ممكن شويه نلغي الجذر ده ونقول ان ده كله اس واحد، فيبقى اس واحد على ثلاثة، والكلام ده كله مرفوع في النهايه لكام؟ لاس 4. نبدا نفاضل واحده واحده، اول حاجه قوس مرفوع لاس، هنزل الاس ونكتب القوس ونقلل من كل اس واحد يبقى كام؟ 3. هنمشي هنلاقي التانش، تفاضل التانش سيش تربيع، هنقل اللي جنبها كله من غير ما اعمل فيه حاجة. نخبط فهنلاقي قوس، القوس ده مرفوع لأس تلت، هننزل التلت ونكتب القوس ونطرح من الأس واحد. هنمشي شوية هنلاقي ساين ماينس 1، ساين ماينس 1 تفاضلها ايه؟ واحد على الجذر، هيبقى واحد على جذر واحد ناقص الكلام ده كله مرفوع لأس كام؟ 2. بعد كده هنقابل مين؟ هنقابل قوس تاني اللي هو ده، القوس ده مرفوع لأس 3، هننزل الأس ونكتب القوس ونطرح من الأس كام؟ واحد. بعد كده عندي هقابل مين؟ الكوزين، الكوزين تفاضلها سالب ساين اللي جنبها. هقابل بعد كده مين؟ الاي، الاي اس حاجه تفاضلها اي اس نفس الحاجه. بعد كده هقابل الاكس تربيع تفاضلها 2 اكس، لو كانت اكس هيبقى تفاضلها واحد، ما كنتش هكتبه. يبقى المساله في البدايه ممكن يبقى شكلها يخض، بس لو حاول تحلها مع نفسك ولو وقفت معاك او في حاجه خطوه انت مش فاهمها، يا ريت تتواصل معايا وهشرحها لك تاني، ما عنديش اي مانع. هنا مثلا بيقول لي واي بيساوي 10 اس ساين ماينس 1 اكس تربيع، انا عايز افاضلها. هو احنا مش قلنا رقم مرفوع لاس هيبقى تفاضله الرقم مرفوع لنفس الاس بس بعد كده لين العشرة؟ بعد كده عندي كام داله جوه؟ 2. اول حاجه ساين ماينس 1 تفاضلها واحد على جذر واحد ناقص اللي جنبها كام؟ تربيع. في الاكس تربيع مش تفاضلها 2 اكس؟ طب لو دي كانت اكس يبقى في تفاضلها واحد مش هكتبه، لكن دي عشان مش اكس بكتب التفاضل بتاعها. اللين احنا بنستخدمها في التفاضل وهنستخدمها في التكامل الترم التانية، ليها استخدامات كتير وليها برضه استخدام في التفاضل اللي هو ايه؟ في الاشتقاق. لو واي اكس اس اكس،
انا ما عنديش اي قانون خدته ولا باي طريقه ممكن تتجاب دي الا باستخدام اللين. طب اللين دي هستخدمها ازاي؟ انا هاخد لين للطرفين، فيبقى لين واي بيساوي لين اكس اس اكس. من هنا نبدا نستخدم خصائص اللين، مش الاكس دي ممكن تنزل جنب اللين، هيبقى عندي لين واي بيساوي اكس لين اكس. نبدا بقى نفاضل. لو ركزنا التفاضل كله من اول ما خدنا التفاضل لغايه دلوقتي، انا بفاضل بالنسبه لاكس. طب انا هنا لما فاضل بالنسبه لاكس هقول لين الواي بواحد على واي، بس لازم احط جنبها واي داش. واي داش دي ليه؟ لان انا بفهمه اللي انا بفاضل بالنسبه لاكس، لان لما فاضل الاكس بالنسبه لاكس، الاكس ديت من جوه عيله الاكس، فمش هتقول حاجه، هتتفاضل لوحدها. لكن الواي دي عيله تانية، فلما تتفاضل بالنسبه لاكس لازم احط اشاره ان هي متفاضله بالنسبه لاكس. الاشاره دي هي ايه؟ اللي هي واي داش. الواي داش اللي هي دي واي على دي اكس، اللي انا بفهمه ان دي متفاضله بالنسبه لاكس. بعد كده مش ده الاتنين مضروبين في بعض؟ هنثبت الاولى في تفاضل التانية، هنساوي زائد، هنثبت التانية في تفاضل الاولى اللي هو كام؟ واحد. طب انا هنا مش انا عايز واي داش، واي داش يعني ممكن نضرب المعادله دي كلها في واي عشان اطير ده ويبقى لي واي داش. لما نضرب المعادله كلها في واي هيطلع لي بالشكل ده. طب الواي دي مش هي اكس اس اكس؟ ممكن نشيل الواي ونحط ايه؟ اكس اس اكس. ليه؟ لان انا دايما عايز تفاضل الداله بيكون مجهول في ايه؟ في اكس، يعني ده كله بيكون ايه؟ اكسات، مش عايز وايات، لان انا عندي الواي اللي هنا باكس اس اكس. تاني مثال على موضوع اللين، بيقول لي لو واي بيساوي اكس اس اكس ساين اكس. دلوقتي انا هاخد برضو كلام، لقينا اكس اس اكس عرفنا ان احنا مش هنعرف نجيبها باي طريقه كانت، فهنقول ايه؟ هنقول ان الواي هناخد لين للطرفين، هيبقى لين واي بيساوي لين اكس اس اكس ساين اكس. واحده واحده، هو مش دول حاجتين مضروبين في بعض؟ ممكن استخدم خصائص اللين اللي انا اقول لين اكس اس اكس زائد لين ساين اكس. طب بعد كده مش ده ممكن ينزل جنب اللين؟ طيب نزلنا، يبقى اكس لين اكس زائد لين ساين اكس. بعد كده تعالى بقى نفاضل واحده واحده جنب جنب. هو مش اللين واي تفاضلها لسه واخدين واحد على واي وهنضرب في واي داش عشان اقول له ان انا بفاضل بالنسبه لاكس؟ بعد كده تعالى هنا، مش ده تفاضل ده اللي يتم مضروبين في بعض؟ ثبت الاولى في مشتقه الثانيه لين اكس واحد على اكس، زائد هنثبت الثانيه في مشتقه الاولى اللي هي واحد، زائد لين ساين اكس تفاضلها واحد على ساين اكس. طب تفاضل الساين ذات نفسه بايه؟ بكوزين اكس. جبنا الكلام ده، بس انا عايز الواي داش. الواي داش عشان اجيبها هضرب المعادله كلها في ايه؟ في واي. فهكتب واي وانزل الكلام ده زي ما هو، بس في ان ما ننساش نشيل واي ونكتب بدلها ايه؟ اكس اس اكس ساين اكس، عشان لازم ده كله يبقى ايه؟ اكسات. تعال ناخد اخر مثال معانا. لو دلوقتي بيقول لي واي بيساوي اكس اس اكس زائد ساين اكس، دلوقتي انا عندي داله وداله تانية. انا ممكن اسهل على نفسي واسمي الداله دي حاجه واسمي الداله دي حاجه تانية. يعني مثلا لو قلنا ان الداله دي اسمها يو والداله دي اسمها دبليو، عشان ما نصعبش على نفسنا الدنيا، انا هفضل الداله دي لوحدها مره وهفضل الداله دي لوحدها مره. تعال يبقى الواي داش هيساوي تفاضل الداله دي زائد تفاضل الداله دي. انا سميت الاكس اس اكس مين؟ بيو. تعال ناخد لين، يبقى لين يو بيساوي لين اكس اس اكس، هننزل دي جنبها اللي هي اكس لين اكس. طب تعال نفاضل بالنسبه للطرفين، لين اليو هيبقى واحد على يو، يو داش يو داش يعني انا بفهمه اللي انا بفضل بالنسبه للمتغير تاني من عيله تانيه اللي هو اكس. بعد كده اكس لين اكس، مش ده حاصل ضرب دالتين؟ هيبقى اكس في واحد على اكس زائد لين اكس. كده احنا خلصنا اليو داش، لان احنا اليو داش هنضرب ده كله في يو، يبقى احنا كده جبناه. بس ما ننساش ان احنا نشيل اليو ونرجعه لاصله اللي هو مين؟ اكس اس اكس. يو دوت رقم رمز انا بكتبه بدل اكس اس اكس عشان اسهلها على نفسي، بدل ما اكتب اقول لين الواي بيساوي لين اكس اس اكس زائد لين ساين اكس، الموضوع هيكبر مني. لكن لو خدت دوت سميته لوحده وفضلته، وخدت ده سميته لوحده وفضلته، هيبقى بالنسبه لي الموضوع ابسط. الدبليو بعد كده بيساوي ساين اكس، تفاضل الساين اكس بمين؟ بكوزين اكس. مش انا قلت ان الواي داش هو تفاضل ده زائد ده تفاضل ده؟ يبقى انا عندي الواي داش في الاخر تفاضل اليو داش اللي انا جبته من شويه زائد تفاضل الدبليو داش. ده كان موضوع اشتقاق الدوال العكسيه. باذن الله في المرات الجايه اكيد هتقابلنا امثله على نفس الشكل قبل ما ندخل على معادله المماس والمنحنى. لو في اي حد مش فاهم حاجه، او في حد واقف مع حاجه، او في مساله مرخمه معاه، او جزء مش فاهمه، يا ريت يكتب كومنت على الفيديو او يتواصل معايا شخصيا، وباذن الله احاول افهمها له.